يكون معيارا اوليا في قضيه توزيع الموارث. اثنين، كلما كان الجيل الذي يستقبل الحياه اولاد احفاد صغار يكون حظهم في الغالب العام من الميراث اكثر من الجيل الذي يستدبر الحياه ويودعها. الجد وابو الجد ومنه بعد والاب هذا راح يفعل المال، هذا راح يحتاجه واللي كبر، اما الدوله تقوم فيه او ابنه واخوه ومن عنده يعوله فيها نظام اسلامي. اذا يعني هذه قاعده تضبط المساله بقطع نظر عن الذكوره والانوثه. القاعده الثالثه الغرم بالغرم، بما ان الرجل هو الذي مكلف بدفع المهر، الرجل هو الذي مكلف ان ينفق على امه وزوجته وبناته، الرجل هو المكلف ان يدفع دية القتل خطا لزوجته، الرجل هو المكلف ان 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 سلسله الواجبات الماليه يترتب في الحسبه النهائيه الاخيره يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين. قسمه، بعدين تعالي ليس دائما هذا ثابت، فهنالك اربع حالات الرجل ياخذ فيها ضعف المراه، وهنالك حالات المراه تاخذ ضعف الرجل، وحالات تأخذ المرأة نفس الرجل، وحالات تأخذ المرأة ولا يأخذ الرجل. ففيها قسمة موسعة رياضياتية عميقة. بعدين تعالي إذا دعيني من التوراة والإنجيل والظلم في المواريث عند النساء، انظر في حضارتكم المادية لما نجي للمليونير ويكتب الميراث لكلبته جوجو ويضحي بأولاده ويضحي بالإنسانية بس غرامة، كيف رأس مالي، الحرية الشخصية مقدمة على كل شيء ومقدسة عندهم. إذا يجب، فتجاوزنا هذا الملحمة. بس الحين كم سؤال؟ طيب علشان لا نطول عليكم ويبدأ التسخين الآن أكثر والتسريع إن شاء الله، إلا أن يؤسفني أنا أن بناتنا هناك واقفات. في إمكانية الصف الأول حسب ما يعني ممكن؟ ممكن الصف الأول يجي قدام وبناتنا يجون قدامنا. معلش أنا قاعد أتكلم عن المرأة، حقوق المرأة، واجبات المرأة، يا سلام يا سلام. اللي هناك يجون يقعدون قدام. بسم الله. حياكم الله. يا هلا وسهلا. مشكورين. عادي عادي يا جماعة عادي. حلوة الشعبية صح؟ وأهل المغرب بسيطين وشعبيين وما شاء الله بسم الله. قالت عندي سؤال، وهذا السؤال أصابنا حرج، يعني أنت تقول هني وأنت شوية. قالت لماذا القرآن يتحيز للرجل في عطائه الأخروي بالنسبة للإشباع الغريزي الذي هو حاجة في الوقت الذي لا يذكر المرأة في هذه الحاجة شيئا؟ ليش؟ سؤال مو صعب، من وحدة أجنبية قاعدة قدامك بنطلون وليل وشقة، شو السوالف؟ صعبة حتى أنا أفكر، يعني أحط عنوان القصة عنوان شيق، يعني سهرة مع فتاة حوارية في السويد كذا. فالسؤال كان مباغت، لكن قلت لها صدقيني يا أنجريد أن هذا الملحظ بالذات أقول لك يدلك إذا تأملت جيدا وتحررت من الثقافة وأسر الثقافة المادية الغربية، تحررت منها، تعلمين أن هذا المحتوى في هذا الكتاب في تحديد المحتوى أنه كتاب الله. لماذا؟ واحد، القرآن كما أنه كتاب أحكام وعقائد وتربية، نعم هو كتاب تربية، كتاب تربية. الله هو اللي خلق النفس البشرية، هو اللي ربيها. فهل طبيعة المرأة كطبيعة الرجل، حقيقة المرأة كحقيقة الرجل من حيث الإنسانية والتكليف والعقل، لكن الطبيعة اللي نسميه في علم النفس التربوي الفروق الفردية البيولوجية والنفسية والاجتماعية والعقلية، هل هي ولا لا؟ ف
شو رايكم؟ مختلف ولا غير مختلف؟ مختلف غصبا عليهم مختلف، وعلينا وعلى الغرب وعلى الكل. لماذا؟ لماذا؟ لان يا اخواني العلم هو قال انا مختلف، التجريح قال مختلف، وامام العلم ليس لك اختيار. تقول انا حر، انا انسان ليبرالي علماني، انا ماني ملزم. اقول له غصبا عليك ملزم، لان العلم في تعريفه المنطقي اليقيني اللي هو ادراك الشيء على ما هو به بالواقع مع دليل، خلاص انا ادركت الطاوله لطاوله. تقول لي لا والله ما ودي اقتنع. مو بكيفك، على طول حولك العنبر رقم 6 مستشفى المصحات النفسيه. مو بكيفك انت، مكابر هنا، سير عنادي. فقلت لها يا انجريت خذي هذه القاعده، هل البعد التكويني يسبق البعد التشريعي، ام البعد التشريعي يسبق البعد التكويني؟ ايهما يبنى على الاخر؟ بناتي شباب لازم ننتبه الكلام هذا، حتى الجماعه اللي يتفلسفون على رؤوسنا في هالمواسم من الذين يتبنون الفكر الغربي في عالم الإسلامي أو من الذين هناك. المهندس الذي تكلفه الدولة أن يبني مدينة ماذا يصنع؟ يذهب إلى البعد التكويني، ينظر إلى تربة، تربة هذه المنطقة المكشوفة، نوع التربة جيرية، جرانيتية، رأى زراعية، تربة صخرية نسبة المياه مرتفعة، بناء على طبيعة التربة يحدد عدد الطبقات والثقل، يحدد هل يصلح الأنفاق ولا لا، ولا نسبة الماء، يحدد هل ممكن يكون في داخل البيت دور سفلي اللي هو حفرة تحت نسميه سرداب، ايش يسمونه انتم؟ سرداب؟ اختلف العلماء يقولوا انا نسيت. المهم ثقافة. أيهما يتبع الآخر؟ البعد التشريعي يتبع البعد التكويني، الله خلق رجل وخلق امرأة ثم أعطى حقوقا كلية، ثم وسع الأدوار وخاطب كل واحد، خاطب خطابا عاما في العطاء الأخروي بعضكم من بعض من ذكر وأنثى، لكن أعطاهم أعضاء الجنة والآخرة والفلاح والنجاح، سطر من الآيات. لكن عندما يأتي القرآن ويتكلم في الجانب الغريزي يفصل لهذا الرجل ويجمل العطاء لهذه المرأة. لماذا؟ الحين نجي على شغلنا، انا رسالتي الدكتوراه في البرنامج شرحتها تشريح يا شباب، تشريح علشان اقول حق الرجل يرحم والديك، افهمها حرام عليك. واقول للمراه ايضا نفس الكلام، قلت لها وهذا يعني ما قاعد اتفلسف عليها، يعني من حظي تخصصي، قلت لها يا اختي هل تعلمين أن في المئة سنة الأخيرة كان علماء الاجتماع يقولون، علماء الاجتماع يقولون لو خلي بين بعض العلماء، لو خلي بين المرأة وحريتها وطاقتها لأبدعت وأنجزت كما يفعل الرجل في كل مجالات الحياة وقادة التاريخ. الجماعة الثانيين يقولون لا، جاء علم البيولوجي والتشريح وطلع كتاب صدم الناس اسمه الإنسان ذلك المجهول لإليكسيس كيرل، كان قديم عن من أيام كنا في الجامعة، الذي ما أخذ جائزة فرنسي. الإنسان ذلك المجهول يثبت فيه الفوارق الفردية بين الجنسين، وأن تسوية الفوارق إهانة للمرأة وتضييع للأسرة وخلل في البنية الاجتماعية وإساءة للكون. وقال كلمته أن الفوارق بين الجنسين كالفوارق بين الكواكب، لا يمكن. وبناء على ذلك اقترح تعليما خاصا يليق بالمرأة أكثر من الرجل، والرجل أكثر من المرأة، لأن حسب. بعدين جاء كتاب جنس الدماغ لآن موير، والعجيب قدم له العلماني الكبير الدكتور الفلسفي وهو عالم الدكتور فؤاد زكريا المصري، وقال يا جماعة فلنعترف، كان منصفا وقدرناه بهذا، وهو ذكي يعرف يجاوب. يعني مرة سألوه أول ما طلعت القنوات الفضائية أوربت وأوربت، سألت المذيعة تقول يا دكتور فؤاد زكريا وهو طبعا خطير يعني علماني كبير، يعني انت ايش رايك بمستوى خطباء الجمعه في ظل الحداثه والتوسع والناس تقرا كل شيء وتفهم مهندسه ايش رايك؟ اليس مستوى ضعيف؟ يعني قاعد توجه سؤالا. قال بص يا ست، عندما تتخلف اي امه التخلف ينعكس على الجميع، على الاكاديميين، على الرياضه، على الفن، على الخطاب الديني، على وعمم الكل وكلامه صح. فؤاد زكريا يقول يا جماعه خلاص البيولوجي قال خلينا دماغ المرأة يختلف عن المرأة،
آل مير تكلمت بصراحة وبكتت المعارضين، لا تسرسفون هذا العلم يقول ولا تتلاعبون. بدأت في الكتاب هو واحد مراجع، جاء كتاب الذكاء العاطفي الذي ترجم مدى سراط الفنون بالأداب بالكويت، يتكلم عن طبايع. جاءوا جماعة يتكلمون عن الحاجات النفسية، جت باربارا جينز اللي عندها كتاب أسرار عن الرجل ينبغي أن تعرفها المرأة، خبيرة. إيش تقول؟ تقول الحب عند الرجل أفعال والحب عند المرأة أسماء. بتقول أن الرجل في حاجاته ليس كالمرأة في سلسلة الحاجات، سلم الأولويات. المرأة تريد الحاجة الأولية حاجة من يضفها، حاجة الأمان والأمن. الرجل حاجاته غير. إجماع الرجل حسي بصري، المرأة سماعية. في جداول اليوم تنزل في العلوم والكلام في تدريب دورات الأسر في العرب وغير العرب، غير التيار العلماني المادي الخطير الذي يريد أن يخرج المرأة من حياة الرجل، يخرج الرجل من حياة المرأة. الحركات النسوية الملحدة الخطيرة. فالعلم قاعد يمشي ضد ما يقولون. حتى الشعر القديم عندما يطلق في الجاهلي أو في اليوناني أو في الهندي أو في الفارسي يخرج من الرجل يتغذى في المرأة. فالمرأة كما يقول فريدريك نيتشه الفيلسوف الألماني اللي مات 1900 صح هكذا قال زرادشت، وهو من أكبر الخلق من يحتقر المرأة في كلامه عن النساء، يقول المرأة تجد ذاتها في هو يريد، والرجل يجد ذاته في أنا أريد مبادر. سلسلة الكلام عن الفروق الفردية بين المرأة والرجل خطير، تسويتهم غلط. نحن نؤمن بالعدالة وليس بالمساواة. إذا إنما المساواة التي لا تخرج عن العدالة، لأن أحيانا تسوي بين شيئين مختلفين في الأعمار أو في الحاجات أو في الطاقة فتكون ظلمت الاثنين وتحيزت للقوي.